بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه ملستو ساميلس. الأخوات الكريمات أنا أريد أن تنبيه لهن متى تبدأ يعني متى يحسن بها يجمل بالفتاة أن ترتدي الحجاب؟ هل يعني تنتظر هل من اللائق أن تنتظر فتياتنا حتى تبلغ 15 والنصف فيأتيها أخوها ويطالبها؟ ما التوجيه؟ جاء عن عائشة عليه رضوان الله كما روى البيهقي وغيره أن المرأة إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، يعني أنه ينبغي أن نعلم أن الجارية إذا وصلت هذا السن فهي امرأة. ولكن في بعض البلدان تختلف الحارة عن الباردة من جهة البلوغ، وهذا في تركيبة الإنسان سواء كان من الذكور أو من الإناث. لهذا ينبغي أن نقول أن المرأة أو الجارية إذا بلغت يجب عليها أن تتحجب كما تتحجب المرأة كما تتحجب المرأة الكبيرة، باعتبار أنها قد جرى عليها التكليف وجرى عليها القلم، وينبغي عليها حينئذ أن تتحجب. أما أن تنتظر المرأة رقما معينا من العمر و15 أو 18 ونحو ذلك، نقول هذا من الخطأ، هذا من المعاني الخاطئة الذي ينبغي للفتاة في ذاتها، وينبغي أيضا لولي أمرها أن يرعاها وأن ينتبع على هذا الأمر. كثير من أولياء الأمور للأسف الشديد يفرطون في هذا الأمر ويكل الأمر إلى البنت أو نحو ذلك. البنت لم يكن لديها من العلم والإدراك والوعي ما تدل به في شأن حياتها، فإذا كان الإنسان يرعاها في شأن دراستها، يرعاها في شأن مصالحها في ذاتها، أو ربما أيضا في صحتها، ويوجهها حتى في مأكلها ومشربها، فينبغي عليه أيضا في ملبسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه الناس بأول أمره منذ أن بعث بالعفاف، ولهذا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأل عن خصال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى الصدقة، إلى الصلاة والصدقة والعفاف والعفو وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. فقال هرقل هذه خصال نبي، يعني أن هذه الصفات هي صفات النبوة الذي ينبغي الإنسان أن أيضا من جهة من ولاه الله عز وجل عليه الأمر أن يدعو إليها، يدعو إلى الصلاة، إلى الصدق والعفاف، كما تربي أبنائك على الصدق وأداء الأمانة والخلق الحسن، ينبغي أن تربيهم على العفاف. وهذا ينبغي أيضا أن نشير كما يعتني الإنسان أيضا بجانب الأمور المادية، جانب الأمور المادية من جهة رعاية الذرية ونحو ذلك، كذلك أيضا من جهة اللباس. ولهذا نقول جانب الرزق والأكل والشرب هذا تعتني به حتى البهائم، تحارب الفقر وتحارب الجوع وتسعى أيضا لرزق من تحتها، ولكن ميز الله الإنسان بالعقل، ولهذا جعل الله عز وجل آدم في الجنة من الخصال التي ضمنها له ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني هذه الخصال من جهة الجوع، وألا تعرى أيضا خصيصة وميزة لبني آدم.